السلام عليكم يا جماعة الخير، معكم عادل من قناة انفينيت جيمينج. فيديو اليوم عن 5 نقاط يجب معرفتها عن لعبة ستاكر 2. في سنة 2010 كان أول إعلان رسمي للعبة ستاكر 2، وبعد الإعلان ما وصلنا أي معلومات أو تسريبات للعبة. أنا كنت متوقع أن اللعبة ألغيت بسبب غير معروف، ولكن أخيرا اللعبة ظهرت في حدث إكس بوكس جيمز، وهذه اللعبة كانت أبرز إعلان في شو كيس. في هذا الفيديو راح نتحدث عن 5 أشياء نعرفها عن اللعبة حتى الآن. طيب يا جماعة الخير، خلونا نبدأ الفيديو ومشاهدة ممتعة للجميع. تصنف ستاكر 2 من نوعية ألعاب الرعب والبقاء، وراح تكون من منظور الشخص الأول، وعالم اللعبة بيكون في أجواء مظلمة يحتوي كثير من المخاطر والمخلوقات المتحولة، وأنت كصائد الجواز يتحتم عليك تقاتل المخلوقات المتحولة، وبعض الأحيان بتقاتل صائدي الجواز في مناطق معينة. بتواجه في اللعبة مجموعتين من الأعداء، المجموعة الأولى راح تكون صائدي الجواز، وهذا المجموعة هدفهم الكنوز المتواجدة في منطقة الزون. بعض من صائدي الجواز أتوا لمنطقة الزون بسبب الماضي السيء، وبعضهم أتوا بسبب الاحتياج للمبالغ المالية والكنوز المتوفرة في منطقة الزون. ولكل صائدي الجواز راح يكون عنده أسلوب الخاص في القتال، وبتواجههم بطريقة مختلفة، فكل مرة تقاتل أحد من صائدي الجواز بيعطيك انطباع أنك أول مرة تواجه هذا العدو. المجموعة الثانية راح تواجه في اللعبة هم المتحولين من بشر إلى وحوش. المتحولين راح يكون عندهم قدرة خاصة في القتال، ونقاط قوتهم راح يكون جسديين، وعليك تواجههم بطريقة مختلفة مش نفس لما تواجه صائدي الجوائز. ولكن لحد الحين ما عرفنا ايش تواجههم بالضبط وكيف تحولوا إلى وحوش. راح تواجه المتحولين في منطقة الزون، فأنت كلاعب راح تواجه مجموعتين في المنطقة، ولا ننسى أنت بتكون أحد من صائدي الجوائز. المنطقة الزون يا جماعة الخير منطقة الاختلال، أو بصح التعبير منطقة خارج السيطرة، ويرمز على هذه المنطقة لأن ملاذ صائدي الجوائز بسبب كثرة الكنوز المتوفرة في منطقة الزون، ويبلغ مساحة الزون 60 كيلومتر، وتم تحديدها حول محطة تشينوبل للطاقة النووية على الكارثة اللي صارت في سنة 1986، وتم تمديد المنطقة بسبب الكارثة اللي صارت في محطة تشينوبل في عام 2006. ويقول المطور ان المنطقة راح يكون مليء بالكائنات المشوهة والأشعة المميتة. تميزت ألعاب ستاكر بنظام محاكاة العالم الواقعي المعروف باسم A-Life، وهذا النظام كل ما تدخل منطقة الزون الحياة وسلوكيات الشخصيات راح يكون مختلفة كل مرة تدخل المنطقة، مما سيجعل المتغير باستمرار. مع الجزء الثاني راح يتم إصدار نظام المحاكاة الواقعي بمسمى A-Life 2.0، ويعمل هذا النظام على التحكم بكل شيء موجود في منطقة الزون من شخصيات إلى الأجواء المناخية وحتى نظام القتال. ستقدم لعبة ستاكر 2 قصة قوية من ناحية العالم الواقعي اللي راح تختبره والشخصيات المميزة من صائدي الجواز وحتى من المتحولين، ولا ننسى اللعبة تحمل طابع الرعب والبقاء، فهذا الطابع بيخليك تتحدى نفسك، وفي نفس الوقت راح يخليك تتعمق في القصة أكثر. حتى الآن ما وصلنا معلومات كثيرة عن اللعبة، وإن شاء الله راح أعمل فيديو ثاني أول ما يوصلنا معلومات جديدة. طيب يا جماعة الخير، هذا كان فيديو بسيط عن لعبة ستاكر 2، ولا تنسوا تدعمونا باللايك والشير، اكتبوا لنا في التعليقات إذا كنتم من محبين هذه اللعبة. كان معكم عادل من قناة انفينيت جيمينج، ومتقاعد في الفيديو القادم، سلام.